إذا أنا مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات، كنحييكم مدينة وجدة في هذه الأجواء المسائية بطبيعة الحال. إذا الإخوان هنا من عاصمة الشرق، حصيلة اليومية لكوفيد 19 306 حالة في المنطقة الشرقية، يعني كي كنشوفوا حنايا عدد الحالات يرتفع بواحد السرعة كبيرة بالمنطقة الشرقية وخصوصا مدينة وجدة. كان حالة وفاة واحدة 6300 على ما أظن 62 حالة في المغرب كامل، 34 حالة وفاة، يعني الأمور لا تبشر بالخير، لأن يعني واحد الأيامات كانوا عدد الحالات مرتفع وكنا نشوفوا عدد الوفيات يعني منخفض. قلنا الحمد لله، يعني ماشي مشكل بهذا المعنى هذا، ليسونسيال قلنا يعني ماشي مشكل، يعني ما كانش الوفيات بزاف ماشي مشكل يعني عادية، ولكن عندما نرى أن عدد الحالات يرتفع بهذه السرعة لا مويا توتال اللي حسيتها أنا هذا الشهر، هذا مدة شهر هي 6000 حالة في النهار، وبالنسبة لا مويا ديال الوفيات تقريبا 30 حالة في النهار، هذه لا مويا يعني المعدل ديال كي نجمعوا نقسموه على 30 شهر على 30 يوم، نجمعوا التوتال ديال عدد الحالات كاملين تسجلوا الشهر كامل ونقسموهم على 30 غادي يعطينا لا مويا المعدل ديال شحال بالتقدير من حالة في النهار. هذا الشيء هذا اخوتي راه خصكم تعرفوا باللي انه راه كاينين بزاف نتاع الناس اللي مرض بكورونا ما كيديروش بي سي ار، الو كان جات اي واحد جي غير اعراض دغيا ويمشي يدير تيست راه غادي نلقاو الالاف والالاف من الحالات بطبيعه الحال. يعني كاين الناس اللي حتى دابا شنو رجع يوقع، حتى الانسان كيتزير يقلو التنفس والحاله ديالو كتزير، احد كيمشي وكما كنقولوا حنايا ويدير تيست، وهذا خطا كبير الاخوان الاخوات. لان علاش كان في بالو حتى واحد حتى نزير ونمشي، ولا راه تزير ترى هذيك هي الخطوره، لانه العام اللي داز الاطباء خرجوا، كنت هضرت انا مع واحد الطبيب كاع صديق هضرت معاه وفسر لي قلت له شنو السبب ديال الوفيات بعدا عدد الوفيات زاد، قال لي السبب ديال عدد الوفيات اللي زاد هو انهم مجموعه نتاع الناس اللي حتى كيوصلوا للطاب التاليه الله يستر ليا ديالهم كامله كتنقص وكيخصهم يعني تنفس اصطناعي ولا يكونوا في الانعاش بطبيعه الحال عاد كيجيو، و 70% من هاد الناس هادو كيموتوا. علاش؟ الحاله ديالهم حرجه لا ينفع معهم لا دواء ولا تنفس، وطبيعه الحال الامر بيد الله، يعني الى بقينا نشوفوا دائما الامر بيد الله، والموت كمكاتب والاسباب تختلف يعني كل واحد، ولكن كان اللي كتب، ولكن راه عاوتاني الوقايه خير من العلاج. الانسان كان جاي يدير الوقايه ديالو ويدير الاجراءات الاحترازيه ويدير التحقيم تباعد، خصوصا الناس اللي ما دانيش التلقيح. انا ما غاديش نقول لكم ديروا التلقيح وهذه وهذه والله يخليكم ومجموعه تاع الامور، انا غادي نهضر لكم غير على القضيه ديال انه خاص الانسان ياخذ الاحتياط ديالو. انت مقتنع باش ما ديرش التلقيح الله يسخر، ولكن اخويا ما تريسكيش براسك والعائله ديالك، لانه انت ما دارش تلقيح غادي تعدي واحد اللي دار التلقيح، وهذاك اللي دار التلقيح غادي يعدي واحد اللي ما دارش التلقيح، وانت غادي تاكلها، وهذاك الاخر اللي ما دارش التلقيح غادي تاكلوها، وشكون اللي الرابح هو اللي دار التلقيح بهذا المعنى. اذا تحيه طيبه تبارك الله عليكم.